كانت الأحجار الكريمة، إعداد وتقديم فريق عمر رشيد حباشو. رشيد حباشو أول عالم عربي متخصص في علم الأحجار الكريمة. عرف عرفت الأميرة ديانا ببساطتها في التعامل وإطلالاتها البسيطة والأنيقة وهدوء ملامحها الذي جعلها محط أنظار وسائل الإعلام العالمية بمجرد زواجها عام 1981 من تشارلز أمير ويلز، حيث إنها كانت تقوم بعدة أنشطة خيرية وتظهر كثيرا مع زوجها أثناء قيامه بزيارات رسمية إلى الدول الأخرى. على الرغم من وفاة الأميرة ديانا منذ 31 أغسطس 1997 في حادث السير، إلى أن ذكرها ما زالت تجد اهتماما من الإعلام مع كل ذكرى تمر. ومع العام 22 على رحيل ديانا، نسلط الضوء على قصة خاتم خطبتها على الأمير تشارلز الذي أثار الجدل في بريطانيا حينما ظهرت به للمرة الأولى. في 6 من فبراير عام 1981 اصطحب الأمير تشارلز ديانا لتناول العشاء في قصر باكنغهام، ثم التقطوا صورا لإعلان خطبتهما رسميا في أنحاء بريطانيا. كان ذلك بعد عدة أسابيع من عقد الخطوبة رسميا دون الإعلان عنها. وبمجرد انتشار الصور على وسائل الإعلام، تناول الكثير منها تفاصيل خاتم الخطوبة الذي اختارته بنفسها. صنع خاتم الخطوبة من 14 ماسة تحيط بياقوتة بيضاوية الشكل، لونها أزرق من عيار 12 قيراطا، ومثبتة في خاتم مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطا، واختارته الأميرة بشكل شبيه لخاتم خطبة والدتها. شارك في القناة وانضم لفريق عمل رشيد حباشو. للانضمام لفريق رشيد عمل حباشو يرجى إرسال طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاهده على الشاشة. لانضمامك لفريق رشيد عمل حباشو، أول شبكة عالمية لخبراء الأحجار الكريمة، فإنك تستفيد بالمجان من استشارات في الأحجار الكريمة، فحص دوري مجاني في مختبر الأحجار الكريمة، ودورات تكوينية في مجال الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية عبر العالم لمعارض الأحجار الكريمة.